أذكر يعني قصة حكاها الشيخ محمد مختار الشنقيطي، يقول كان قاري في المدينة المنورة، قاري في المسجد النبوي، وهو من القراء المشهورين وعالم في القراءات، واستدعي مرة إلى شيء من بلدان روسيا لكي يحاضر أو يقرأ أو كذا، فاجتمع عنده 100,000 شخص بسبب شهرته، وأن الذي سيأتي هو إيش؟ من علماء المسلمين. هذا الشخص القارئ يقول الشنقيطي يحدث أبي، يعني أب الشنقيطي، يقول بينما أنا أقرأ ووصلت سورة القارعة إذ أعجبتني نفسي فتكأكأت ولم أستطع أن أكمل سورة القارعة، وأخذوا يقرؤوني كما يقرؤون الطفل. يقول نسيت القرآن كله، غاب علي. هذا من عواقب العقب بالنفس. فينبغي الإنسان حتى لو كان له أتباع وله حضور وله شهرة، لأن هذه الأمور مدخل كبير للعقب.